أنا مصري. السلام عليكم. الشيخ علي جمعة طلع في لقاء لي وقال ان في رأي بيقول ان عذاب يوم القيامة سيتحول الى عذوبة، يعني العذاب ده هيكون لذة وهيتمتعوا في النار كمان. ويسأل بعض الناس كيف ان الله الرحمن الرحيم لديه هذا العذاب، وليس العذاب فقط بل هو عذاب مهين. فنقول هناك ثلاثة أمور في هذا الشأن. الأمر الأول أن كلمة عذاب نفسها اختارها الله سبحانه وتعالى بالعين والذال والباء، وهذه المادة في اللغة عمقها العذوبة، وكأن العذاب سيتحول يوم القيامة إلى عذوبة فتتخلله الرحمة. صحيح أنه عقاب، وصحيح أنه غير مرغوب فيه، ولكن الرحمن الرحيم حتى وهو يعاقب فإن هذا الانتقام والعقاب والجزاء الذي يضعه الله سبحانه وتعالى على من خالفه في الدنيا وخرج عن أوامره تتخلله الرحمة، وهو في ذاته يصير عذبا على هؤلاء الذين يعذبون. ما هذا الجهل؟ ثم تقولون لماذا تسلط الكفار علينا، لماذا نحن ضعفاء؟ من هالأشكال. أولا الكلام ده باطل من كل الجوانب، لأن كلمة عذاب وردت في القرآن كتير جدا ومستعملة في عقوبة الدنيا والآخرة، ومفيش لفظ منها يحتمل اللي هو قاله، ولا واحد من المفسرين المعتبرين قال اللي هو قاله. العذاب مشتق في لغة العرب من العذب، والعذب يعني القطع، ومنه سمي الماء الفرات عذبا لأنه يقطع العطش. وحين يصف ربنا جل جلاله العذاب لهؤلاء الكافرين بأنه عذاب عظيم فهو عظيم. طب لو هنقول بنفس الرأي اللي قاله الشيخ علي جمعة، طب هنفسر ازاي آية ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ يعني ربنا هيغضب عليه وبعدين يلعنه وبعدين وأعد له لذة عظيمة؟ وبعدين لما هي عذوبة والموضوع في النار حلو قوي كده، ليه أهل النار بيصرخوا فيها؟ ربنا قال في القرآن وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا ترى بيصرخوا من الفرحة مثلا؟ ولو هي لذة زي ما انت بتقول، طب ليه أهل النار بيطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى انهم يخرجوا منها؟ ربنا قال حكاية عنهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وليه برضو بيتمنوا الموت لما العذاب بالنسبة لهم لذة؟ ربنا قال في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وبعدين بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني لا تزول اللذة ولا تخفف عنهم. وبعدين بقى لما يطلبوا من خزنة النار ويقولوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ده هيبقى ايه بقى؟ زهقوا من اللذة مثلا؟ وعلى فكرة الكلام ده اتقال من واحد قبل كده اسمه ابن عربي مش ابن العربي. ابن عربي ده ملحد وشيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه في الكلام ده، فما ينفعش نيجي دلوقتي ونطلع كلام زي ده. مفيش واحد من الناس والمفسرين المعتبرين قال كلام زي ده. أتمنى تكون الصورة كده واضحة، وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل أكثركم سمع هذه الشعوذة التي قالها علي جمعة قبل سنتين. أهم سقق حلع يصو، أهم سقق حلع يصو. ورد عليه كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا، وبسبب كثرة الردود عليه لم أجد حاجة لأن أتكلم أنا أيضا، لكن اليوم استجد أمر وجب علي به أن أتكلم. وجدت أنها موجودة في كتب السحر، وأنها يستخدمها السحرة مع اذبح عصفور وجيب كلب أسود وما أعرف إيش، مشان وإذا عملت كذا تطير عقل فلان، وإذا عملت كذا تزوج فلانة. وسأعرض لكم هذا الأمر لتتأكدوا بأنفسكم. أول شيء أنا سأعلق على كلامه، ثم بعد ذلك أعرض لكم كتاب السحر هذا الذي فيه هذه التعويذة السحرية.
ما هو ذكر الأهمية بالعدد 4 وحيد وما فضله؟ تخيل عالم بالنسبة لهم، فقيه لغوي، مفسر نحوي، محدث أصولي، ما يعرف يقرأ، ما يعرف يقرأ رقم، ويقول 4 وحايد. 4 وحايد لأن 4 وحدات بجانب بعضها. كان في علم زمان اسمه علم الحرف، أوجد علاقات. لاحظ أهل هذا الفن أن الله قد بدأ القرآن في 29 سورة ب14 حرف من هذه الحروف. هو يتكلم عن الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد إلى آخر، عددها إذا جمعتها 14. ماذا فعلوا بها؟ 14 حرف دول نحطهم قدامنا كده، نص حكيم قاطع له سر. حطوا الحاجات دي وعن طريق بقى التجارب والتكرار الأشياء اللي زي دي وصلوا إلى أهم صقق حلع يصو. هو يقول أنهم وصلوا إليها من خلال الحروف المقطعة والقرآن وما شابه ذلك. تفضل معي لتعرف الحقيقة. هذا كتاب من كتب السحر خاص بهذه التعويذة. قال هذه دعوة كذا العظيم الأعظم لسيدنا ومولانا فلان. أنا أخفيت كل المعلومات التي قد تستخدم، لأن يعني الغرض أن أبين لكم أن هذه تعويذة سحرية موجودة في كتاب السحر، وليس الغرض أن أعرض لكم كيف تسحرون. فالسحر كفر، السحر كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف كما ثبت عندنا. المهم يقول هنا: وضعت هذه الرسالة على اسم الله، على اسمه تعالى، على اسمه تعالى، أهم سقك حلع يصو. قال: لكثرة استعماله في بعض ألسنة العارفين به، وسميتها كذا. اعلم وفقك الله تعالى لهدايته. إن هي أن، هكذا كتبها، إن هذا اسم الله العظيم الأعظم باللسان اليوناني القديم، يعني حتى مو اليوناني الحديث، لا القديم. بقى عاد إن كنت تستطيع اعرض كلامهم على مصادر لن تجد، يوناني وقديم كذلك. اسم الله الأعظم باللسان اليوناني القديم. طيب اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي جاءت في القرآن والاسم الأعظم راح اليوناني؟ طيب لماذا ليس العربي الذي فيه القرآن أو العبري الذي فيه التوراة أو السرياني الذي فيه الإنجيل؟ لا، لسان يوناني قديم، وهو 11 هكذا كتب حرفا، وهو 11 حرفا، وقد أخفاه العلماء. شوف بقى العلماء من هم؟ العارفين بالله، هذول الصوفية السحرة، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق: لتبينونه للناس ولا تكتمونه. هؤلاء يكتمون لأن هذا ليس من علم الدين أساسا، لو كان دينا لعلمنا إياه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد أخفاه العلماء كي لا يطلع عليه أحد من غير أهله، وهو كثير المنافع والأسرار جدا. وطبعا كاتب لك هاي الأربع وحايد تبع جمعة، وإذا قرأته على حجر ورميته في البحر سكن هيجانه ولم يغرق. هنا يقول: ومن كتبه مع اسم كذا، وذكر لك تفاصيل حذفتها، قال يعني تكتبها بمكان معين على شيء معين وتدفنها في قبر لا يزار، تدفنها في قبر لا يزار باسم فلان، فإنه لا يزال مكروبا مضيقا عليه في البلد. طيب أنت لما تكتب ورقة وتكتب فيها الأهم منسقك وتحط فيها اسم كذا وكذا وتدفنها في القبر، هذا ذكر نوراني وأحرف نورانية وعلماء ودين ولا سحر؟ تدفنها في القبر مشان يبقى مكروب ومضيق عليه، هذا سحر ولا دين؟ هنا يقول لك: ومن ذلك إذا أردت أخذ عقل إنسان فتأخذ عصفورا وتذبحه. الذكر تذبح العصفور مشان تعمل أشياء أنا حذفتها، وتجيب عصفور آخر وتعمل شيء معين. إذا عملت ذلك بالعصافير، إذا عملت ذلك طار عقل المعمول له. جيب تذبح عصفور، هذا دين وذكر، وتحط وتعمل كذا مشان يطير عقل الإنسان الآخر، هذا دين وعقل، هذا دين وذكر لله سبحانه وتعالى؟ يا علي جمعة، يا مفتي الديار سابقا، يا عالم الأشعرية، يا علامة زمانك. ثم يقول لك: ومن ذلك تسليط الجن على عدوك، تكتب الاسم الأعظم كذا من المرات، يعني كذا مرة، مع اسم المطلوب واسم أمه. شوف واسم أمه
سحر لا يستخدم هذا إلا السحرة. كذا مرة مع اسم المطلوب واسم أمه وتفعل شيء بكلب أسود، كلب أسود، فإنه يجري ويجن المعمول له. يجننوك، يجننك ربنا. هل من أذكار الشريعة تجيب كلب أسود وتكتب أهمون ساقكم وتضعه وكذا ويجن المعمول له؟ هل هذا شرع ودين؟ هل هذه أحرف نورانية يا علي الجمعة؟ هل هذا قرآن يا شيخ الأشعرية؟ طبعا اختصرت كثيرا من الأشياء التي قالها حتى أتيك إلى الطلسم هذا. طبعا بدك تكتب معه الأهمون والسقكون ويصو وحلعون، هاي بدك تكتبها وتحطها بهذا الورقة مشان تعمل العمل. هذا دين ولا سحر؟ طبعا شوف على فكرة هذه طلاسم معروفة، طلاسم سحر، هم يسمونها الأوفاق مشان إيش؟ مشان يخدعك، مثل ما يسمي الخمر مشروبات روحية. ولما تكلمت سابقا عن الغزالي، شيخهم أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، لما كتب مثل هذه الأشياء وقلت إنه يسحر ويعلم الناس السحر، قالوا لا أنت تكذب عليه، هذه أوفاق وليست سحر وليست طلاسم. ما هي هذه؟ هي هنا أيضا طلسم آخر وتكتبها هكذا، آهمون وحلعون وسقكون ويصو، تكتب الأحرف والأرقام الخاصة بعمل السحر، هنا تكتب معها يعني هذه الأشياء حروف أيضا لتعمل بها السحر. فهذا الطلسم السحري، هذه الكلمات تبع السحرة يروجها علي جمعة في الناس ليقول لهم هذا ذكر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب الكتاب: وأما أعمال أهم سقكون حلعون يصو فإنها أربعة مراتب، صغرى ووسطى وكبرى وكبرى الكبرى، ثم يشرحها لك. وهذا من مخطوط آخر من مخطوطات السحر، يقول لك كيف تسحر للمرأة العانس لكي تتزوج، وذكر أشياء. ثم قال طبعا أشياء تكتبها في ورقة، منها تقول أو تكتب بالأحرى: بحقي قال موسى ما جئتم به السحر، ثم وضع رسمة غريبة، إن الله سيبطله. ما تكتبها، تكتب بحقي قال موسى ما جئتم به السحر. يعني شوف قاتلهم الله كيف يحرفون. وتكتب هذا الخاتم، تكتب فيه الخاتم اللي هو الطلسم السحري، تكتب فيه أهم سقكن حلعون يصو. يأتي الأستاذ هنا شيخ الأشعرية، قطب الصوفية، مجدد الأصوليين والفقهاء، ويعلم الناس هذا، ثم يسخر من أهل السنة الذين لا يأخذون به. أهم سقق حلع يصو، الذكر 1111 مرة فذكر، فالحكاية مش، قالوا يا جماعة من المجربات مش من الشريعة بقى. اعترف بلسانه أنها ليست من الشريعة، لكن هو أعطاها صفة شرعية وقال إنك تذكرها وأخذت من القرآن والعارفين بالله وما شابه ذلك. فده من كتاب الله المنظور، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحروف دي منين؟ من كتاب الله المسطور، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأنت تعطيها صفة شرعية وهي سحر كفر بالله سبحانه وتعالى. جربوا لقوها مشي معاه، يقرأ 1111 مرة ورا بعض: أهم سقف حلعون يصو، أهم سقف حلعون يصو، أهم سقف حلعون يصو، ومن الحكاية تمشي. استغربوا، قالوا إيه ده، جن ده ولا عفريت؟ هذا دي حروف نورانية اللي ربنا أنزلها في كتابه، اللي الترتيب بتاعها طلع. شو علموكم في المدرسة؟ أنا بعرف وزراء التربية والتعليم، أنتوا إيش تعلمون عيالنا في المدارس؟ يعني شوف كيف يشرعن الأمر وكيف يخدع البسطاء من الناس. يقول حروف نورانية الله أنزلها في كتابه. على فكرة اليوم في كتابه، على سيرة في كتابه، اليوم واحد أشعري ناشر يسخر من شيخ سني أنه أخطأ في رفع كلمة من المفترض أنها مجرورة، وطبعا هذا خطأ عظيم جدا. هذا شيخكم يقول في كتابه، هي في كتابي هي وليس به، لأنها مجرورة في حرف جر فما يصير كتابه. لكن نحن ما نؤخذهم على هذه، هم جاءوا بالمصائب والعظائم والسحر، نروح نوقف له على حركة؟ فهو يشرعن يقول هذه أنزلها الله في كتابه. طيب الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه كل الحروف العربية، كل الحروف العربية مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، تكلم بها الله تبارك وتعالى. فهل إذا جئت بأحرف ورتبتها بترتيب باطل
فيه كلام باطل، فيه كلام سحر، وفيه كلام كذا، هل وجودها كأحرف في كتاب الله سبحانه وتعالى سيعطيها صبغة شرعية؟ أكيد لا. فكيف تخضع العوام بمثل هذا؟ وكيف ينخدعون؟ التجربة أدت إلى هذا. يبقى جن وعفاريت فين؟ يجننوك، يجننك ربنا. ما جننوا بالسحر هذا قبل شوي، تعلمنا كيف تطير العقل تجيب الكلب الأسود، موجودة هذه في المصادر الأصلية. يجننك ربنا؟ لا إله إلا الله. جن وعفاريت فين؟ دي حاجة جاية من التبحر في محاولة الفهم. هذا اللي أيوة، بس أنا يعني سيب سمايل كده. أنا مش داخل مخي. يعني يحاول أن يروج لهذا السحر بهذه التمثيليات ومحاولات الإضحاك والحركات والأشياء هذه، ليضحك في عقول الصوفية الدراويش. والله أنا أشفق عليهم. قلت له في حد قال لك يعملها؟ ما حدش قال لك يعملها. وفي حد، أنت عندما تروج لها ألا تقول للناس اعملوها؟ ألا تضل الناس بها؟ ألا يحق للمسلم أن يغار على دينه؟ ده بيقول لك ده فرض ولا سنة؟ ده بيقول لك مجربات. هلا بس أصلا مستتقلها؟ مهما تستتقلها هو أنت تقيل الدم أصلا، لكن ما تستتقل. والله روح مثل بأفلام، اشتغل ممثل مسخرة، خلي الناس تضحك عليك بشرف انه انت طالع تضحكهم، بدل ما انك جاي تروج لهم السحر وتمثل هذه التمثيليات وتقول هذه النكث. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وأسأل الله أن يهديك قبل موتك، فإن هدايتك أحب إلينا من أن تموت على هذه الحال. والحمد لله، وأعاذنا الله وإياكم من السحر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.